الأشعة التداخلية قدرت تخلق بعد مهم جدا في العلاج، العلاج النافذ، العلاج الناجز السريع اللي بدون مضاعفات الدقيق. فرع الأشعة التداخلية ده فرع من الأشعة. احنا بنستخدم كل وسائل الأشعة وكل ما وصلنا إليه بنستخدمها كأداة عشان نعالج أمراض بعضها كان خطير جدا. الورم الليفي في حد ذاته ده ورم حميد. أشعة تداخلية عملت تغيير نوعي في تاريخ علاج أمراض وتضخمات الغدة الدرقية، حلت محل الجراحة في جزء كبير جدا جدا من هؤلاء المرضى. ده اللي عملته الأشعة التداخلية، واللي هي تعتبر طفرة حقيقة بكل المقاييس في علاج دوالي الخسي. أوردة الجسم كلها زي شبكة الطرق كده موصلة ببعضها، يعني انت حاجة ممكن تدخل من أي حتة على أي حتة. جمال الأشعة التداخلية إن مفيش حاجة بلايند، لكن يبقى الأورام جزء خطير جداً. الأشعة التداخلية بتلعب دور كبير جدا في التعامل معها. احنا عندنا الحقيقة عدة وسائل لعلاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية. الأشعة التداخلية علم كبير جدا ومهم جدا، والأشعة التداخلية في مصر هي رائدة المنطقة العربية. الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس، مؤسس مركز بريمير للأشعة التداخلية وقسطرة القلب PIC، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية. سنة 1996 في فرنسا، وأثناء إحدى جراحات استئصال الرحم نتيجة تفاقم الأورام الليفية، طلب جراح النساء من طبيب الأشعة التداخلية حقن الورم الليفي كإجراء وقائي لتقليل احتمالية النزيف أثناء العملية. ففوجئ الجميع بتحسن الأعراض لدى المريضة وانكماش الورم الليفي، وألغيت عملية استئصال الرحم. وقتها قام البروفيسور رافينا والبروفيسور هربرتو بأول عملية لعلاج الأورام الليفية من خلال القسطرة. ومن وقتها لدلوقتي تطورت تقنيات الأشعة التداخلية وتوسع استخدامها كأحد أهم السبل الآمنة والفعالة في القضاء على الأورام الليفية. فترى كم جلسة أشعة تداخلية تحتاجها مريضة الأورام الليفية للعلاج؟ وما هي إجراءات الاستعداد لإجراء الأشعة التداخلية؟ أهلا بكم. موضوع مهم أوي، الأورام الليفية شديد الانتشار وله بعد طبي واجتماعي، لأنه إحنا بنتكلم على أولا أورام ليفية ممكن تصيب 25% من الستات، 50% من اللي عندهم تأخر إنجاب عندهم أورام ليفية وقد تكون سبب في تأخر الإنجاب، وكمان 25% من السيدات أو النساء، أو يعني نقدر نقول من الفيميل عندهم الأورام الليفية، منهم ناس كتير جدا، بنات كتير بيبقوا لسه ما اتجوزوش. البعد الاجتماعي هنا إن الورم الليفي ممكن يجي البنت قبل الجواز، وده بيعمل توتر شديد في الأسرة، لأن البنت ديت أولا في ثقافة الناس بنت إزاي يجي لها حالة نروح بيها للدكتور نسا، المروح ببنت ما اتجوزتش الدكتور نسا في عقلية الشرقيين في حد ذاته مزعج ومقلق جدا جدا، لان الشرقي عنده استنباط خاطئه ياخد البنت لدكتور النساء بعد الجواز، لكن قبل الجواز قد تحتاج. وبعدين التخوف الثاني عندهم برضو، سواء بقى في تاخر انجاب او لسه البنت ما اتجوزتش اساسا، انهم عندهم تخوف ان الورم الليفي اثناء جراحاته او اثناء التدخلات بتاعته الجراحيه يحتاج الدكتور الى انه يزيل الرحم. واللي بيخوفهم اكتر ان الكونسبت او الفكره والتقرير او الاقرار بتاع العمليه اللي قبله
قبل العملية في كده، فبيخافوا فيقوموا يسيبوا البنت بالورم الليفي بأعراضها بمشاكلها اللي بتصل بالأنيميا وضربات القلب اللي بتحصل لها خلل وضغط الدم اللي بيحصل له اختلال والأنيميا بكل مشاكلها بقى، يسيبوها أو البنت تسكت تبدأ تعالج أعراض، تاخد دواء يقلل نزيف شوية مش عارف إيه، حتى لما تتجوز تتجوز بالأورام اللي فيها إيه. تبقى في مشاكل مش صحية بس، مشاكل اجتماعية كمان. الحقيقة الأشعة التداخلية لعبت دور كبير جدا في حلول كثيرة للغاية. ما زالت الجراحات وما زالت الأساليب بالدخول بالمنظار موجودة في حالات معينة، لكن فعلا أشعة التداخلية أعتقد أنه عالم الأورام اللي فيها يدين لها بفضل كبير. النهاردة هنفهم دور الأشعة التداخلية والأسئلة التي تحيط بهذا الأمر اللي لها بعد اجتماعي أكيد مع الاسم الكبير والرائد القدير الأشعة التداخلية اللي بسعد بلقائه دائما وبيمتعنا بحوار علمي راقي للغاية، الاسم الكبير أستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية كلية الطب جامعة عين شمس، المؤسس لمركز برايمير للأشعة التداخلية وأسطرة القلب، وعضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، وعضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، الاسم الكبير. أهلا بك دكتور. أهلا دكتور. أيوة. شرف كبير لي. ربنا يخليك يا فندم. النهاردة عنواننا أورام ليفية وأشعة تداخلية. أيوة. حلوة حتى شعر كده تنفع أغنية. سجعة. يعني أنا طبعا حضرتك يعني قلت مقدمة وافية، وهو الأورام اللي فيها تستاهل هذه المقدمة، لأن هو مرض شائع زي ما حضرتك تفضلت، وبيقلب حياة الآنسات والسيدات رأسا على عقب. فهو شائع بالرغم أنه هو شائع وحاجة حميدة، لكن ليه أبعاد كثيرة جدا زي ما حضرتك تفضلت، جسمية ونفسية وكل ده. فطبعا الأورام اللي فيها ده موضوع مهم جدا جدا جدا، والأشعة التداخلية بقى ليها دور كبير جدا وبيتنامى مع مرور الزمن وانتشار الوعي والثقافة الطبية، الدور بيزيد يوم عن يوم. الأورام اللي فيها مرض بيحضر العائلة كلها، يعني صحيح. البنت جاية هي وجوزها أو عائلتها وجوزها، لو زي ما بنقول ده بيقلب حياة السيدات والأنسات رأسا على عقب. أول سؤال للعائلة، المرض ده حميد ولا خبيث؟ هو طبعا الأورام اللي فيها للرحم دي أورام حميدة بتطلع من جدار الرحم، احنا زي ما احنا شايفين في تجويف داخل الرحم وفي جدار، هي بتطلع من الجزء العضلي من جدار الرحم. واسمح لي استعير بقى كلمة حضرتك التاريخية والخالدة، برغم ان الأورام اللي فيها دي أورام حميدة ولكن تصرفاتها غير حميدة بالمرة. يعني لا دي حقيقة اعتز بيها والله. الشيء بالشيء يذكر. ربنا يبارك فيك. فهي ده الورم ده بيطلع من جدار الرحم، ولكن نظرا لان الاورام دي ليها تغذيه دمويه شديده، فهي بتكبر بسرعه كبيره جدا جدا جدا، وبتبتدي تتحرك تخش جوه تجويف الرحم تطلع على بره. ومن هنا يجي دور يعني اللي بيسمعنا يقول طب هي حميده، طب ليه نعالجها؟ ما لهاش ضرر. لا، لأن هي ما بتفضلش مستقرة في مكانها في جدار الرحم، بتنمو مع مرور الوقت نتيجة التغذية الدموية العالية، فتبتدي تخش على بطانة الرحم تعمل نزيف شديد مع ألم، تبتدي لما يكبر حجمها تضغط على المثانة فيحصل تكرار مرات التبول وصعوبة في التبول، تضغط على القولون تعمل إمساك وتعمل بعض الأحيان غازات. الرحم بيبقى ممسوك في الحوض بليجمنتس أو أربطة، لما حجمه بيزيد بيحصل زي تراكشن أو شد على الأربطة دي، السيدة تبتدي تشتكي بوجع أسفل البطن، وجع في أسفل الظهر، وجع وألم أثناء الجماع. كل الأسباب دي بتؤدي زي ما قلنا أنها بتقلب حياة السيدة رأسا على عقب، والأنيميا بتزيد يوم عن يوم، النزيف بيزيد. تجيلي الست أو البنت تقولي أنا يعني شهريا باخد حديد، طب احنا ما مش ده الحل، احنا بناخد حديد وبنفقد دم، الحل نمنع فقد الدم. فهي طبعا زي ما حضرتك تفضلت مشكله كبيره جدا جدا جدا. لسه كنت قريب في قاعده ومريضه بالاورام اللي فيها قالت لي انا بتعالج،
قلت لها تمام يعني بتعالجي اشعه تداخليه يعني ولا بتعالجي؟ رحت للدكتور قالت لي لا باخد حديد. تاخد حديد يعني انا دايما انا بشبق لما بتيجي العيال بتقول لي كده الله يكون في عونكم يا باشا. ده يعني ده انا بقول لهم مثل بسيط جدا يعني بلد، لو حضرتك فاتح الحنفيه على الاخر وفي نفس الوقت التصريف بتاع ده الطبق مش موجود، فهي كل ما هي تدي حديد هيروح. فهو الحل ان احنا لو التصريف ده مش موجود الحديد اللي بتاخده ده هيرجع الدم والهيموجلوبين للمعدلات الطبيعيه. لا، مش الحل هو الحديد، الحل نواجه ونعالج هذا الورم اللي فيه. ثم جاءت الاشعه التداخليه لكي تحل هذه المشكله، الجاب ما بين الجراح وما بين ترك الامر. الحقيقه يعني برضو السبب ان السيدات او الانسات بيخافوا يواجهوا الاورام اللي فيها دي ان كان الحل عمليه جراحيه وقد تؤدي في بعض الاحيان الى استئصال الرحم، فهي عشان كده كانت بتخاف تواجه هذه الحقيقه. لحد ما جت الاشعه التداخليه حلت هذا الاشكال وخلت العمليه الكبيره جدا جدا اللي هي استئصال الرحم اجراء بسيط. يمكن احنا هنا استئصال الورم الليفي بقى، استئصال الورم الليفي الورم الليفي او في بعض الاحيان ما هو لو السيده سنها مثلا 40 45 السن اللي هو قارب على انتهاء الدوره الشهريه، يعني اللي هو سن يعني انا ما بحبش في كلمه ترجمه سن الياس ده، انا بحبه بسميه سن الامل طبعا او انقطاع الطبس، ف بيشيلوا الرحم في السن ده. فاحنا الحل البديل ان احنا بالاشعه التداخليه بنخش زي ما احنا شايفين من الفخذ الايمن. الفخذ الايمن ده البوابه الرئيسيه للدخول لكل شرايين الجسم، بالقسطره اللي هي الانبوبه السحريه زي ما دلوقتي المشاهدين يمكن حافظين، انبوبه قطرها 2 مللي، بنخش من شريان الفخذ الايمن بنوصل لشرايين الحوض ومن شرايين الحوض لشريان الرحم ثم الى الشرايين الصغيره الدقيقه اللي بتغذي الاورام اللي فيا، عشان نبتدي نحقن حبيبات تمنع الدوره الدمويه وتمنع الدم اللي بيوصل للورم الليفي وبالتالي يقف نشاطه فورا ويبتدي يضمر ويتلاشى، كل ده دون جراحة. ده التوصيف بقى للغرفة أو الاستعداد الموجود في غرفة الأشعة التداخلية. دايماً بسأل أنا يعني هي دايماً بتسألني هو محتاج أوضة عمليات؟ إحنا في الأشعة التداخلية ما عندناش أوضة عمليات، غرفة إجراءات الأشعة التداخلية. حقن شريان الرحم لازم يتم في مركز مجهز لمثل هذه الإجراءات من الأشعة التداخلية، ومجهز أنا يعني بأعني جهاز أسطرة متطور، وإحنا اليومين دول عندنا في أجيال حديثة جدا من أجهزة الأسطرة دقيقة، في بعض منها في أشعة مقطعية. مجهز المركز كمان بالمستلزمات من الأساطر والمستلزمات اللازمة لمثل هذه الإجراءات ومتوفرة، مجهز بالكوادر الطبية المدربة، وده بعتبره أهم شيء. دكتور الأشعة التداخلية المؤهل، الدكاترة المساعدين، حتى التمريض، كل الجو يكون مؤهل لمثل هذه الإجراءات، وده اللي بيؤدي إلى هذا النجاح. فإحنا مش محتاجين مستشفى، محتاجين مركز أشعة تداخلية مجهز وعلى أعلى مستوى. إزاي بنتابع المريضة بقى؟ إحنا بنعمل الإجراء ده يعني بياخد في حدود تقريبا نص ساعة. المريضة بترتاح معانا ساعتين ثلاثة وأنا بشوفها بعديها بشهر. الزيارة الأولانية اللي هي بعد الحقن بشهر أنا بطمن بالموجات الصوتية إن الورم الحقن في عندنا علامات ومؤشرات بتبين إن الحقن أصاب الورم الليفي، وبطمن على الأعراض من نزيف أو الأعراض التانية اللي كانت بتشتكي منها السيدة. ده في أول زيارة، وابتدي بعد كده بنتابع يمكن زي ما احنا شايفين على الشاشة بالرنين المغناطيسي. ولو احنا بصينا هنا نلاقي في شمال الشاشة الورم حجمه كبير، الدائرة المنقطة دي، بعديها بثلاث شهور بيقل، بعديها بست شهور بيقل، أي حاجة بنمنع عنها التغذية الدموية بتبتدي تضمر وتتلاشى. الأحجام المناسبة يعني دايما سؤال الأحجام ده مهم أوي. أنا بتسأل دايماً على الحجم إيه يا دكتور أيمن؟ الحقيقة يعني إحنا بيسألون هو لو ورم كبير
كلمة كبير دي كلمة نسبية. كبير دي اللي هو كام؟ يعني طبعا مبدئيا الاكستريمز هي اللي ما تنفعش. بمعنى الورم اللي فيه زي ما قلنا ده ورم ليه تغذية دموية عالية جدا، فإحنا لو سبناه مع مرور السنين في سيدات بيوصل حجم الورم الليفي لحجم حمل مكتمل، يعني بيوصل لأعلى البطن. فول طبعا الإكستريمز دي هي طبعا اللي خلاص بتبقى ضيعت فرصتها في العلاج بالأشعة التداخلية. ولكن كلمة كبير يعني 10 سنتي 15 سنتي، لا كل الأحجام دي إحنا بنقدر نتعامل معها ومفيش أي مشكلة. لكن الإكستريمز اللي هي الحاجات الكبيرة جدا 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 هي اللي بتبقى خلاص خرجت بره نطاق الأشعة الداخلية. كتير من الحالات بتبقى مالتيبل أكتر من ورم ليفي. إحنا ما عندناش مشكلة في الأشعة الداخلية. إحنا زي ما قلت لحضرتك إحنا بنخش تحت جهاز القسطرة في شريان الرحم، ومن شريان الرحم بنخش للشرايين زي ما إحنا شايفين هنا الدقيقة اللي بتوصل أو بتغذي الأورام دي. إحنا بنعمل زي خريطة شريانية الأول كده، بناخد حقنة أو بناخد بناحية صبغة نشوف التغذية الدموية بتاع الرحم وعدد الأورام، وبتدي نتعامل مع كل الأورام دي. كل الشرايين اللي بتغذي الأورام دي احنا ممكن نحقنها، مفيش أي مشكلة عندنا من العدد. الحبيبات اللي بتحقن هل ليها يعني أمان؟ لأنه ده سؤال أنت كأن حضرتك كنت معانا في طبعا الأسر بتسألنا كمان. هو الناس برضو يعني برضو عايزين نبتدي نتكلم في النقطة دي. الحبيبات دي مش حاجة يعني كده. مبدئيا الحبيبات دي بتقاس بالمايكرون. المايكرون ده 1 على 1000 من الملي، دي نمرة 1. يمكن هو احنا شايفين هنا حاجة الكرات دي التكبير ده يمكن متكبر مليون مرة مثلا، لان هي حجمها دقيق جدا جدا جدا. لان احنا ما بنقفلش الشرايين الرئيسية، احنا بنخش في التغذية الدموية الدقيقة للأورام، وهي دي يمكن الصنعة أو هي دي المهارة أو ده دور الدكتور الأشعة التداخلية المؤهل والأجهزة الحديثة للشرايين اللي بتغذي الأورام. فهي حجمها دقيق جدا، دي نمرة 1. نمرة 2 الحبيبات دي مصنوعة من مواد إنرت خاملة، لا تتفاعل مع الجسم، لا تسبب أي مشاكل، ما بتتحركش، بتؤدي دورها بتقفل الشرايين الدقيقة الصغيرة وبتبقاش ليها وجود بعد كده. الحبيبات دي الحقيقة عندنا في الأشعة التداخلية دي اللي بنستعملها في كل حاجة، نزيف الجهاز الهضمي، فبالنسبة لنا زي الخيوط الجراحية عند الجراحين. فهل الخيوط الجراحية فيها مشكلة؟ مفيش حاجة الكلام ده يمكن، بس هو يعني عشان ما اتكلمناش في النقطة دي يمكن قبل كده. فلا مفيش أمان بدرجة 1000%، مفيش أي مشكلة منها، مصنوعة من مواد خاملة، يعني مفيش أي أساس للكلام ده خالص. السؤال برضو اللي يعني كتير من العائلات بتسأله، هل التدخل بالأشعة التداخلية حل جذري لمشكلة الأورام اللي فيه، خصوصا أنهم بيتخوفوا من عملية الارتجاع أو رجوع الأورام اللي فيه؟ طبعا الأول أقول ليه، يعني يمكن الارتجاع مرتبط بذهن السيدات أو الأنسات. يعني دايما ساعات تيجي تقول لي السيدة أو تحكي لي يعني أنا شلت ورم من 5 سنين ليفي وظهر واحد تاني. الحقيقه يعني سبب الارتجاع ده من اهم الاسباب ان واحنا بنشيل الورم الكبير بيبقى فيه ورم صغير جدا جدا في طور النمو ده، يعني لا يرى، الجراح ما يقدرش يشوفه يعني بالعين المجرده، نتيجه لطبيعه فسيولوجيه المراه. طبعا هو لسه بيبقى بيكون حوالي اقل من سنتي في طور النمو، مش متشاف لا بالاشعه ولا بالعين المجرده عند الجراح ولا بالمنظار، فهو بيشيل اللي متشاف. وبعد كده الورم السنتي زي ما قلنا في اول حلقه ان دي تغذيته الدمويه عاليه جدا فبينمو فيظهر واحد تاني، فمن هنا مشكله الارتجاع. الحقيقه الاشعه التداخليه واجهزه القسطره الحديثه بتخلينا نشوف الاورام لحد اقل من 1 سنتي، فانا بعالج الكبير وبعالج الصغير اللي في طور النمو. فالحقيقه ده بيبقى حل جذري، ونسبه الارتجاع تكاد تكون ما هياش موجوده خالص. السؤال الجاي ده سؤال بيساله الاطباء لما تكون طبيبه. احنا يمكن معلش قدامنا هنا دي دراسه كبيره جدا يا دكتور ايمن على مدى 10 سنين قارنوا ما بين المرضى اللي استأصلوا الرحم واللي عملوا حقن اللي شريان الرحم بالاشعه التداخليه من ناحيه السيطره على الاعراض والستايل اوف لايف او الكواليتي اوف لايف، لقوا ان الاثنين متساويين،
مع احتفاظ المرضى اللي تعالجوا بالأشعة التداخلية بالرحم نفس الأوتكام. السؤال الجاي ده بيسألوا إما إذا كانت هي دكتورة أو ليها علاقة ليها في الأسرة حد دكتور أو بيقروا كتير، يقول لك أنتوا بتقولوا إن الأشعة التداخلية بتموت الورم اللي فيه أو بتخليه يحصل له انكماش وديجنريشن، فلو عنده خبرة طبية يسأل هو مفيش قلق من التآكل اللي هيحصل في الورم اللي فيه، لأنه لو دكاترة من ضمن أعراض الورم الليفي المضاعفات بتاعته ما يسمى بالديجنريشن، تآكل الورم الليفي نتيجة جلطة في الشرايين. طب أنتوا بتعملوا كده؟ أيوه. ده سؤال مهم. لا ده سؤال مش الدكاترة بس، ده سؤال دارج. ومعرفش برضو هو يعني الحقيقة الأورام اللي فيها دي دايما محاطة بعديد من الإشاعات أو الأقوال المغلوطة الغير دقيقة، ويمكن إحنا لمسنا معظمها النهاردة. لا مفيش الكلام ده، احنا دايما بشبه للمريض علاج اورام الرحم اللي فيها بالاشعه التداخليه زي اللي عامل رجيم او زي اللي عامل عمليه تكميم، احنا بنقلل التغذيه الدمويه او بنمنعها، فبالتالي هيبتدي يضمر. الشخص اللي كان دايما ممكن قلنا كده المثل ده كتير، الشخص اللي كان وزنه 100 كيلو بقى وزنه 80 بقى 70 بقى اصغر فاصغر فاصغر، فالحق يعني حكايه ان هي بتتموت وبتتعفن هي وهو بينكمش ويتقلص ويتلاشى على مع مرور الوقت. وعايز ارجع في نقطه مهمه جدا برضو، احنا بنعالج اورام الكبد الخبيثه على مدى ال 35 سنه اللي فاتت، انا من سنه 90 احنا دي من اول النقاط العلاجيه بالاشعه التداخليه. يعني وده كمان احنا مش بنقفل بس الدوره الدمويه، ده احنا بنحقن كيماوي أني مرة الورم مات أو عمل مشكلة، فالكلام ده لا أساس له من الصحة، مفيش حاجة الورم لا بيموت ولا بيؤثر، هو بيتلاشى ويتقلص مع مرور الزمن دون أي أضرار خالص على الإطلاق. برضو السؤال الجاي ده سؤال طبي شوية، وبرضو ناس بتسأله العامة، بس اللي بيسألوه بفكر طبي غير اللي بيسألوه كسؤال عام، اللي هو تأثير هذا الإجراء على التبويض. ليه بقى اللي بيسأله عنده فكر طبي يقول لك ما هو في شريان المبيض ممكن مع الرحم يتقفل فيحصل مشكله؟ ده سؤال دقيق وفي محله دكتور ايمن. ويمكن دي من النقاط الساخنه او اللي يعني مسار دايما ديبيت اسئله يعني او ديبيت. انا عايز اقول حاجه، لو السيده في السن اللي هو قريب من سن انقطاع الطمس دي بيبقى عندها في جزء منهم بيبقى عنده احتماليه ان هي ما يحصلش تبويض بعد كده او تنقطع الدوره الشهريه، واحنا بنقول وعاده هم دول القطاع ده من المرضى بيبقى خلاص هو يعني اباوت ان هي تؤمن فما فيش مشكله تبقى كومبليتد هير فاميلي، بس في جزء منهم كده لان المبيض بيبقى خلاص بيبقى المخزون بتاعه اقل في السن الكبير. نيجي للسن الأصغر، يمكن الحالة اللي معانا هنا واحدة عندها ورم ليفي هو بعد ما تقلص حصل حمله، ده دي حالة من حالاتنا يعني حصل حمله. السن الأصغر احنا بيبقى عندنا شوية تحفظات أو احتياطات تقنية في علاج أورام الرحم اللي فيها بالأشعة التداخلية، بمعنى زي ما حضرتك تفضلت الفكرة إيه؟ إن في وصلات خفية ما بين شرايين الرحم وشرايين الحوض احنا ممكن ما نشوفهاش بالاشعه. الوصلات دي ليها قطر معين، احنا بنكبر حجم الحبيبات اكبر من القطر ده احنا عارفينه، بحيث ان الحبيبات اللي احنا بنحقنها تقفل التغذيه الدمويه للاورام وما تعديش لتغذيه المبيض لان ليها مقاس احنا عارفينه بنكبره، وبالتالي بيبقى التاثير على التبويض لا يذكر زي الحاله اللي احنا شفناها معانا هنا. فالسن الكبير احنا ساعات بيحصل فيه كده، ولكن السن الصغير مع الاحتياطات ومع الخبره لا. الانسات مناسب ليهم الاسلوب العلاجي طبعا تحتفظ بالرحم. الانسات بيبقى مشكلتها انها عايزه الرحم موجود مش عايزه تعمل عمليه عشان الالتصاقات، فده اجراء يعني مخصوص للانسات. السؤال للبنات كلها بقى انسات وكبار، جرح لانه ما لا يوجد جروح، ده اكتر حاجه اشعه تداخليه لا تسبب اي جروح عاطفية ولا جلدية ولا أي حاجة. طب الإقامة في المستشفى؟ ما عندناش يعني إحنا يعني إحنا بعد ما المريضة بتخرج من جهاز القسطرة
عشان احنا دايما داخلين في الشريان، فبتريح حوالي ساعتين الى ثلاث ساعات وبعديها تقدر تروح البيت. الحقيقه بعديها اللي يعني فتره النقاهه في مغص زي مغص الدوره الشهريه او اشد شويه، احنا بندي مضخه القلب الاوتوماتيكيه عشان تساعدنا ان احنا نتخلص من هذا الالم. الحقيقه بنبتدي مضخه الالم دي اللي هو البي سي اي بنقول عليها قبل الاجراء واثناءه، وفي المراكز المجهزه بندي السيده المضخه عشان تكمل معها لمده 48 ساعه علشان فتره النقاهه نقلل حده الالم فيها. اذا الالم ليس مشكله في يمكن التغلب طبعا الالم لا يقارن. يمكن دي شكل المضخه الاوتوماتيكيه، ودي دي بتساعد كتير جدا جدا في التغلب على الالم او ما بقاش موجود، يعني لانها بيبقى فيها ادويه من مخدره او مهدئه بنسب معينه بيجهزها دكتور التخدير بدقه. يعني المضخه دي المريضه لما تحس بالم بتدوس على الدوسه تديها جرعه معينه، لو دست واحده تاني ما تديهاش غير بعد فتره معينه، فهي بتبقى جرعه محسوبه جدا جدا. النزيف عموما بالنسبه للست له اسباب تانيه، اسباب كثيره يعني، لكن اشهر سببين الورم الليفي، ومرض تاني مزعج جدا غير الورم الليفي خالص اسمه التغدد الرحمي. تغدد الرحم. انا بشكر حضرتك على السؤال ده يا دكتور ايمن، لان دي حاجه موجوده وساعات يعني ده على فكره نايت مير بالنسبه للست ولدكاتره النساء. هي بتبقى ساعات في بعض الاحيان غير مشخصه. وساعات بتبقى في ستات عندها الاثنين، الورم الليفي اون ذا باك جراوند، يعني عندها كمان جدار الرحم فيه تغدد. التغدد ده يعني بعض زي ما احنا شايفين كده حاجات البنفسجي اللي في جدار الرحم دي، غدد من الرحم تبقى نشطه وتسبب تغيرات هرمونيه ونزيف. ما كانش ليها حل غير استئصال الرحم، لا بتعالج بالاشعه التدخليه، بس ليها شويه تحفظات تقنيه زي ما قلنا، زي ما قلنا ان احنا بنكبر حجم الحبيبات في الانسات، احنا هنا بالعكس بنصغر حجم الحبيبات علشان توصل للغدد الصغيرة الدقيقة جدا في جدار الرحم. لا لكن التغدد الرحمي أو الأدنوميوزيس طبعا بيعالج بالأشعة التداخلية مع أورام الرحم. هل الأدوية الهرمونية اللي تستخدم في التغدد الرحمي بديلة ممكن تستخدم بديلة؟ لا دايما برضو زي ما حضرتك قلت، زي ما بتاخد الحديد بتاخد معاه كمان أدوية. أدوية دي حاجة كلها تغيير هرموني للهرمونز في جسم السيده، ده لفترات مؤقته زي اللي لايحه الحج او العمره لما بتبطل ترجع. طب لا ده ليس علاج، ده تاجيل ومسكنات ليس لها اي قيمه علاجيه. برضه في الاورام اللي فيها نفس الكلام، يعني الاورام اللي فيها في ناس بتمشي هو على نفس المنطق دكتور أي. يعني هي اللي بتاخد هرمونز بتغير الهرمونال باترن او تركيز الهرمونات في الجسم، فبتبتدي بتمنع الدم مؤقتا، لما بنوقف الهرمونات دي تبتدي ترجع تاني. ساعات حبوب منع الحمل بأضرارها بالجلطات كل الكلام ده، لا طبعا ده ليس حل، دي كلها مسكنات ومؤجلات وليست حلول جذرية. لو احنا نظرنا الأشعة التداخلية وأجملنا أو جمعنا المميزات الخاصة بها إن كومبارزون للجراحة، ده سؤال يعني برضو مهم دكتور أيمن، لان دايما الست تيجي تقول لك انا محتاره، يعني هو واحد قدامه سكتين هو مش عارف يمشي في انهي سكه، ده بيقول له كلام وده بيقول له كلام. هو ببساطه يعني احنا يمكن ده الجدول ده جدول علمي بيقارن ما بين استئصال الرحم للتخلص من اعراض الورم الليفي وبين علاج اورام الرحم اللي فيها بالاشعه ده. ده فتح للبطن وللجلد وللعضلات واستئصال الرحم وفي جرح كبير. الاورام الرحم العلاج بالاشعه التداخليه لا يوجد اي جروح، هي بس يعني نقطه او دخلت الاسطر اللي هي ملي. في العمليه الجراحيه لاستئصال الرحم بيستخدم طبعا بنج كلي، احنا في الاشعه التداخليه بنج موضعي. المريضه بتقعد بكام يوم في المستشفى؟ يعني يومين مثلا في استئصال الرحم، احنا عندنا بتخرج بعد ساعتين. فترة النقاهة يعني عشان السيدات أو الأنسات يرجعوا للحياة الطبيعية بعد العملية الجراحية الكبيرة استئصال الرحم أو الأورام تاخد حوالي شهر تقريبا. إحنا عندنا بترجع في حوالي أسبوع. الأهم كمان من كده إن هنا بنشيل الرحم
وهنا بنحتفظ بيه، ودي نقطة مهمة جدا 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 سيكولوجيا كمان للسيدات. أنا في رأيي أنه أصبحت الأشعة التداخلية شريك نجاح مهم في التعامل مع الأورام اللي فيها، وينبغي أن يكون فيه زي كوبريشن واضح جدا ما بين قسم النساء أو تخصص النساء وبين الأشعة التداخلية، يبقى فيه تعاون كبير جدا بين الاثنين. هو الحقيقة يعني هي الأشعة التداخلية في علاج أورام الرحم اللي فيها ضافت يعني أوبشن جديد أو يعني تقنية إضافية، فهيبقى عندنا دي بتزود الاختيارات العلاجية. يعني أنا بيجي لي كتير السيدات يبقى الورم اللي فيه كبير جدا جدا، لا 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 روح يعمل لي عملية، فإحنا ما عندناش مين أحسن من مين، كل مريض مناسب لي إيه وإيه اللي يناسبه. نورت وشرفت كالعادة، ربنا يخليك. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الرائد للعالم الأشعة التداخلية الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس والمؤسس لمركز برايمير للأشعة التداخلية وقصرة القلب، وعضو الجمعية الأوروبية والأمريكية للأشعة التداخلية واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، طبعا واحد من سوبر ستار هذا المجال في الوطن العربي. نورت وشرفت، ربنا يخليك. نورك كالعادة في الناس الحلوة. نورك يا دكتور، شياكة كلها حبيبي. البدله دي حب اقولها عارف اللي جبتها منين، وهجيب نفس اللون عشان انا بحب اللون من ذوق ذوق ورطه. شكرا جدا، خليك دايما مع الناس الحلوه.